كان أحدهم رجل الأول كان يعني رجل يقوم الليل ويحب الأعمال الصالحة، بل وأنه مات وهو مجاهد في سبيل الله، مات شهيدا. وأخوه الآخر ما كان مثله وعاش بعده سنة وتوفي في فراشه. جاء الصحابي رضي الله عنهما طلحة بن عبيد الله، رآهم في المنام، كانت رؤية عجيبة. رأى أنه الرجلين هذول الأول والثاني يمشون في الجنة، لكنه شاف أن الثاني قليل العبادة اللي مات في فراشه في مرتبة أعلى ومنزلة أسمى في الجنة، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله. قال النبي، حتى أني أنقل قول النبي عليه الصلاة والسلام بنصه، قال اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، قال أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان، هنا العبرة، فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الله أكبر. رمضان فرصة ومحطة، جدا فرصة عظيمة، فنستغل هذا الرمضان وهذا الشهر الفضيل بكل عمل صالح، لا نبخل على أنفسنا بذكر أو ب... وأذكر كلام برضو لأبو عبد الرحمن، وأنا شديد التأثر بحكم عبد الرحمن. لا بقولها، لا تبخل على نفسك بأي حسنة، لا تدري أي حسنة درر درر قد تدخلك الجنة. خذ راحتك يا درر عظيمة. أنا شكل اسم عبد الرحمن ناصر زيه.